للوقوف على سير العمل بمشروع بناء قسم للحالات الطارئة بالمستشفى المركزي ذو المرجعية الوطنية، والذي بادرت ببنائه مؤسسة القلب الكبير كدعم لجهود حكومة البلاد في قطاع الصحة، تأتي زيارة وزير الصحة العامة الدكتور عبد الله صابر فضل برفقة أمين الدولة في الصحة العامة دكتور جدجعلي السجودي وعدد من فني الوزارة. وقد لاحظ الوزير بأن العمل في هذا المشروع تجاوز 75% بحسب شرح المهندس المكلف بتنفيذه، وأن زيارة الوزير والوفد المرافق له ستشجع العاملين لإكمال المشروع في وقته المحدد. الحمد لله بفضل هن الله فونداسيون غران كير ورئيستها قاعد يبنوا لنا باتيمان كبير قاعد يفودا ويبقى يعني تواري هنا اوبيتال جنرال في فترة أنا شهور. دونك دور بأسهم من الوزارة بأسهم من العمال هنا من الهجرين بأسهم من المرضانين كله نقدم يعني شكري للفونداسيون غران كير ولي بريزيدون تاعها. ده شغل مهم وقاعد نرجو يعني ما تاكي يكمل لي نستعمله. الخدمة ده ماشي كويس، وعنينا كوزارة واجب نانتيسيبي وإكيبمان حقا من هسا نفتش طريق حقا فرك هدر الباتي ماذا يكمل. بدأ المشروع في شهر سبتمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن ينتهي في منتصف هذا العام، وأن هذه الخطوة تعتبر إضافة جديدة للمستشفى وتعزيز خدمات حالات الطوارئ.